تخيل مدينة أشباح، مباني مهجورة مغطاة بالرسومات الجدارية وبقايا سيارات صدئة وشقوق في الطرقات. والآن أضف إلى ذلك كله طبقة كثيفة من الدخان الأسود المتصاعد من تحت الأرض، والأرض نفسها ساخنة لا يمكن لمسها. مرحبا بك في سنتراليا في ولاية بنسلفانيا. كانت سنتراليا مكانا مزدهرا نابضا بالحياة في القرن 19 وحتى ستينيات القرن 20، فقد جذبت مناجم الفحم الكثير من الناس للعمل والاستقرار فيها. لكن في عام 1962 اشتعلت النيران في أحد المناجم بالخطأ، وانتشرت النيران تحت الأرض. من المعروف أن الفحم وقود بطيء الاشتعال، لذا استمرت حياة السكان هناك بسلام لمدة عقدين تقريبا، حتى بدأت النيران تجتاح البلدة من أسفلها. ومن أسوأ الحوادث التي وقعت انهيار أرضي عنيف بلا أي مقدمات في حديقة أحد المنازل ببلدة سنتراليا. لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى، لكن بعد ذلك بدأ الناس في مغادرة البلدة، وبعد ذلك بحوالي 30 عاما كان الجميع قد هجروا منازلهم تقريبا. وفي عام 2020 كان إجمالي السكان يساوي عدد أصابع اليد الواحدة بالضبط. لكن عدا عن هذا المعطى، تعتبر سنتراليا مدينة أشباح بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وما المباني المهجورة المتهاوية والطرق المتصدعة سوى دليل بسيط على ذلك؟ وتبقى أكثر ظاهرة مزعجة في ذلك المكان هو تصاعد الدخان من تحت الأرض من خلال الشقوق. ما زالت النيران تحت المدينة مستعرة، وتتصاعد حرارتها إلى سطح مدمرة ما تبقى من المدينة شيئا فشيئا. في الواقع شكلت هذه البلدة مصدر إلهام لتصميم المدينة المخيفة في فيلم الرعب سايلنت هيل. ومن المتوقع أن تستمر الحرائق لنحو 250 سنة أخرى، وبحلول ذلك الوقت لن يتبقى من سنتراليا شيء سوى أرض قاحلة محترقة. إذا كنت تخاف من الحشرات، ربما سيكون هذا المكان هو أسوأ كوابيسك. قد تكون كهوف غومانتونغ في ماليزيا من أكثر الأماكن البديعة في العالم لولا الكائنات التي تتخذها مسكنا. أولا الخفافيش، يعيش أكثر من 2 مليون خفاش في مساحات شاسعة من هذه الكهوف، وهي تستثار بسهولة. وأعتقد أنك لن تريد ولو تخيل هذا المشهد، ملايين الخفافيش المذعورة والمخيفة تحلق فوق رأسك بدون اتجاه. ثانيا الصراصير، في الوقت الذي يعتبر حساب عدد الخفافيش ممكنا ولو بشكل تقديري، يستحيل حساب عدد الصراصير التي تحتل أرضية وجدران هذه الكهوف. يكفي أن أقول إن عددها كبير بما يكفي لدرجة أنك لن تخطو خطوة دون أن تزحف عشرات الصراصير صعودا على ساقيك. وأخيرا، إذا كنت لا تكترث لأمر الصراصير وكنت منتبها بما فيه الكفاية لحركات الخفافيش المفاجئة، فالمفاجأة الكبرى هي وجود سكان آخرين لهذه الكهوف، وتشمل القائمة كلا من الثعابين والعناكب والحريشة العملاقة السامة. ممتاز. ومع كل ما سبق، فكهوف غومانتونغ مفتوحة في وجه الجمهور ويزورها كثير من السياح كل عام. وسط العدم في صحراء قراقوم القاحلة في آسيا الوسطى، توجد حفرة كبيرة في الأرض تحترق إلى ما لا نهاية، يطلق عليها حفرة الجحيم. وهي حفرة بالفعل كبيرة وعميقة، وهي تحترق منذ نصف قرن تقريبا. يطلق عليها السكان المحليون بوابة جهنم، وشكلها مخيف بالفعل. لا توجد طريقة لإطفاء نيرانها المستعرة، ويعتقد العلماء أنها ستظل تحترق لقرون طويلة. ظهرت الحفرة فجأة عام 1971 عندما استكشف مجموعة من المهندسين المنطقة واعتقدوا أنهم عثروا على حقل نفط، لكن تبين أنه حقل للغاز الطبيعي. وعندما بدأوا أعمال الحفر اشتعلت النيران في الموقع وانهارت الأرض. خاف المهندسون من انتشار الغاز السام إلى القرى القريبة، لذا اعتقدوا أن أفضل حل هو إشعال النيران فيه ليحترق مخزون الغاز لعدة أسابيع. لكن كما نرى الآن، ما زالت النيران قوية ومستعرة. بالمقابل أصبحت الحفرة منذ ذلك الحين مزارا سياحيا جذابا، ورغم ذلك ما زالت تمثل مخاطر حقيقية. لذا تبذل جهود حثيثة الآن من أجل إغلاق بوابة الجحيم بشكل نهائي. تخيل أنك تلمح أفعى سامة تزحف بجوار قدميك، أمر مخيف أليس كذلك؟ والآن تخيل مضاعفة أعدادها آلاف المرات. فلا يهم إن كنت ستحاول الركض، ستجد أفاعي مماثلة في كل اتجاه. هذا ما ستحصل عليه في جزيرة الأفاعي، اسم على مسمى. تقع الجزيرة بالقرب من ساحل البرازيل، وهي موطن لآلاف الأفاعي الذهبية رمحية الرأس.
منذ حوالي 11,000 سنة ارتفع مستوى البحر، انفصلت الجزيرة عن البر الرئيسي، وعلقت الكثير من الأفاعي على الجزيرة. بنات عمومتها على البر الرئيسي سامة أيضا، لكن ليس بنفس الدرجة. اضطرت الفصيلة الذهبية إلى التأقلم للبقاء على قيد الحياة، وهذا ما نجحت فيه تماما. بسبب عدم وجود الكثير من الحيوانات البرية التي تتغذى عليها الأفاعي، تكيفت لاصطياد الطيور من فوق الأشجار، ولذا ينبغي أن يكون السم فعالا وفوريا. فطورت الأفاعي الذهبية سما أقوى 5 مرات من سموم فصيلتها العادية، وهذا ما ساعدها على البقاء والتكاثر والازدهار، حتى إن كثافتها على الجزيرة تتراوح ما بين أفعى واحدة إلى 5 أفاعي في المتر المربع. وتعتبر الجزيرة مكانا خطرا للغاية، ما دفع السلطات البرازيلية إلى حظر زيارتها، كما لو أن هناك من سيرغب في الذهاب إلى هناك من الأساس. ضللت طريقك في الغابة ليلا، وفجأة تصطدم بجسد بشري بشكل غير متوقع. تشعر بالراحة، تلمس كتفه لتسأله عن طريق الخروج، لكنه صلب مثل الحجر ومغطى بالوحل. ثم تنظر إلى وجهه فتفتح فمك من الرعب. يستحيل أن يكون بشريا. نصيحتي لك ولغيرك هي ألا تتجول في جنوب شرق فنلندا ليلا كي لا تحدث معك هذه التجربة الصادمة. فهناك قام نحات فنلندي شهير بإنشاء معرض منحوتات غريبة في فناء منزله. يتألف معرض الحديقة الرئيسي من 200 تمثالا بشريا في وضعيات اليوغا المختلفة، لكن بينما تتجول في أرجائه قد تصادف المزيد من الأعمال الشريرة، مثل تمثال مغطى بذراعين ممدودتين للأمام وفتحتين سوداوين عميقتين مكان العينين. ومما يزيد الأمر رعبا وجود أسنان بشرية حقيقية في أفواه بعض التماثيل. ظهرت الحديقة نفسها لأن النحات كان منعزلا ولا يحب مغادرة منزله، وعندما طلب منه إقراض بعض أعماله إلى المتاحف قال إنه سيسألها تمثالا تمثالا إن كانوا موافقين، لكن يبدو أنهم لم يرغبوا في ذلك. هل تعتقد أن التماثيل المرعبة مخيفة؟ حسنا، ماذا عن الدمى المرعبة؟ إن وجدت نفسك في اليابان ذات يوم وأردت أن تحظى بتجربة مرعبة ومخيفة، احرص على زيارة ناغورو، وهي قرية صغيرة في جنوب البلاد. عندما تقود سيارتك بجوار منازلها وساحاتها سترى سكان القرية جالسين على الأرائك أو يعتنون بحدائق منازلهم، وهذا طبيعي حتى تدرك أنهم لا يتحركون، بل ولن يتحركوا أبدا، لأنهم مجرد دمى بالحجم البشري الطبيعي. عادت إحدى ساكنات القرية إلى مسقط رأسها عام 2022 واتخذت من صناعة الدمى المحشوة في الحدائق والحقول هوايتها المفضلة، ثم تحول الأمر بعد ذلك إلى نوع من العمل التذكاري. عندما يغادر أي من جيرانها القرية أو توافيه المنية تصنع له دمية بالحجم الحقيقي، وصنعت تلك الدمى كما تتذكر أصحابها، لذا تقوم كل دمية بالعمل الذي سيقوم به صاحبها، إما جالسا أو واقفا أو راقدا على الأرض، بل وهناك فصول كاملة من الدمى في مدرسة القرية. لكن ربما أكثر ما يخيف في الأمر هو أن تعداد سكان القرية لا يزيد عن 30 شخصا، وعدد الدمى يفوق عدد السكان بنسبة 10 إلى 1 تقريبا. توجد أكثر من 350 دمية في القرية الآن، وكما تتذكر صانعة الدمى فقد كان يعيش في ناغورو حوالي 300 شخصا عندما كانت طفلة، والآن ولمدة 20 سنة كرست حياتها لتخليد ذكراهم. يأتي حوالي 3,000 زائر إلى ناغورو كل عام، ويكرر الكثير منهم زيارة القرية في الأعوام التالية. يصعب الوصول إلى القرية لأنها تقع في إحدى أرياف اليابان النائية، حيث توجد أقرب محطة قطار على مسافة ساعات تقريبا. لكن هذا لم يمنع السياح الذين يريدون مشاهدة الدمى المخيفة مباشرة من زيارتها.